السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الحباب. شوفوا في الفيديو الجاي بإذن الله راح نحكي على واحد الحاجة بزاف امبورطانت اللي هي المستجدات اللي صارت هنا في كندا. صارت واحد الفوضى، فوضى عارمة هنا في كندا. بصح ماشي فوضى لدرجة اللي تخلي الإنسان يقول بلي خلاص كندا ما فيهاش، لكن راه مخرجوا واحد الدعايات يقولوا بلي فوالا كندا نديروا عليها كخواهوج ما فيهاش، سي بون ما ولات ان شوا بالنسبة للجزائريين ولا بالنسبة للعرب بصفة عامة. انا في هذيك الفيديو هذه اللي راني نحضر فيها راح نمد لكم رايي الشخصي في كندا، كيفاش ولات كندا. ما حش نقول لك بلي كندا راهي بارفيت، وما حش نقول لك بلي كندا ما درنا والو، راح نعطي لك تما المعيشه كيفاش ولات فيها. وبالنسبه للقادمين الجدد اللي جاوا جدد هذوما راح نحكي لكم اكزاكتومون واش راهو يصرى لهم، باسكو راني اون كونتاكت مع الناس اللي غير كيما جات لهنا كندا. وبالمناسبه الحباب، قبل ما نمرض كوفيد وقبل ما ترالي لا بليسيور تاعي في رجلي، كنت بديت لا بروسيدور تاع 5 عباد من اصل 5 4 داو الفيزا تاعهم، لكن للاسف حبست لو سيرفيس هذاك. علاش حبست لو سيرفيس هذاك؟ لانه ياخذ لي بزاف وقت. وقتاش نعاود نحلها ان شاء الله؟ الله اعلم، باسكو دوكا راني لاتي شويه مع الخدمه غير كيما عاودت روبروني تاع، باسكو كيما قلت لكم تبليسيت من رجلي، تما راهي الحاله شويه صعيبه وراني بريباريكم في الفيديو ان شاء الله. ومن بعد الفيديو تاع المستجدات اللي صرات في كندا راح نحكي لكم حاجة. اسكو تقدر تربي ولادك هنا في كندا؟ اسكو تقدر تأسس عائلة هنا في كندا؟ ومجددا ماش راح نحكي لكم من راسي، راح نقول لكم ليكسبيريونس بيرسونيل تاع الناس اللي نعرفهم، ناس اللي قدروا يربيو ولادهم والناس اللي جاتهم صعيبة. راح نحكي لكم زوج المسارات هذوما، ونخليكم بيان سور كي العادة نتوما ديسيديو وتشوفوا اسكو تقدر تاسس عائله هنا في كندا ولا لا. الاحباب نقول لكم ان شاء الله من الفيديو هادو تهلاو في روحتكم بزاف بزاف، والى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.